موقع أنا السلفي. يعني إيش فقه النيات؟ يعني فقه النية والتجارة مع الله تبارك وتعالى، هذا معنى راقي جدا جدا. لماذا أقول ذلك؟ لأن الذي يفهم هذا المعنى يعي أن كل اللحظات في حياته منذ كلف إلى أن يرحل كلها سيحاسب عليها، وبالتالي هي مرحلة للتزود، وبالتالي لا وقت للاستهتار وتضييع الأوقات، ولا بد من توظيفها التوظيف الصحيح. لذا هو يتاجر بنيته مع ربه فيجعل حتى بعض العادات عبادات، ويضم بعض المباحات إلى مصاف أمهات العبادات. إيش هذا المعنى وإيش هذا المقصد؟ هذا الذي يعلم القضية أنه له مدة محددة وسيرحل، يفهمها جيدا. يعني مثلا أنت الآن من ساعة ما بلغت وكلفت إلى أن ترحل، هذه المدة مدة التكليف، أنت لا تدري كم هي ولا متى ولا كيف ولا أين ستنتهي، ولا بد أن تجمع أكبر قدر من الزاد. كيف وأنا أضيع وقتا طويلا في النوم، ووقتا كبيرا مثلا في العمل، ووقتا آخر في الطعام والشراب، ووقت آخر في بعض الحاجيات وقضاء الحاجات الأخرى التوابع، هذا وقت كبير جدا ضاع مني. بنيتي أستطيع أن أحول هذه الأوقات الكبيرة العظيمة في حياتي إلى عبادات أتحصل منها على الزاد النافع ليوم يلقي المولى عز وجل. كيف ذلك؟ النوم، أنت تنام وكلنا ينام، وحتى الكافر والمنافق ينام، بل الحيوانات تنام، لكنك كمؤمن يتزود يعلم أنه لا ينام إلا من خلال نية مع الله ومتابعة لرسول الله. ينام مثلا على طهارة، على شقه الأيمن، يقول الأذكار، ينوي بهذا النوم أن يعطي حق هذا البدن، أن يعطي بدنه حقه من الراحة ليكون قادر على أداء الواجبات والحقوق الأخرى، وليكون أكثر نشاطا وحيوية باعتدال وسطية، لا يزيد في جرعة النوم حتى لا يكون الترهل والوخم والكسل، لا بضوابط شرعية، فتكون مدة النوم في ميزان حسناتك. قالوا تكلمنا عن هذا كثيرا، لو افترضنا أنك ستعيش لعمر 70، لو رقدت كل يوم فقط 7 ساعات سترقد من عمر 70 21 سنة كاملة. بنيتك الصالحة هذه تضم هذا العمر في ميزان حسناتك بالله تبارك وتعالى، لكونك نمت على طهارة وعلى السنة وبنية صالحة. وقس هذا المعنى العمل، كلنا لابد أن يعمل، ودعينا للعمل، ونهينا عن السلبية وعن القعود وعن أن نكون عالة على الآخرين، وأمرنا بالعمل لنعف أنفسنا ومن نعول، وهذا دين نتعبد به الله عز وجل. إن لم تكن حريصا على استحضار نية صالحة في العمل ليكون في ميزان حسناتك، ضيعت الفترة التي تعمل فيها، قد تزيد عن 21 سنة، قد تصل إلى 24 سنة لو تعمل في اليوم 8 ساعات، يعني 28 سنة من عمر 70 في العمل. لا أقول دع العمل، ولكن استحضر النية وأنت تخرج إلى العمل، يعني استحضر المعنى أنك تخرج لعملك بإتقان وبأمانة، تحافظ على أوقات أصحاب العمل سواء قطاع عام أو خاص، تؤدي بما يرضي الله عز وجل، لا تفريط ولا إفراط، لا تأخير ولا تزويق كما هو معلوم، وتؤدي العمل بما يرضي الله. وإن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه، فأنت تؤدي بهذه النية لتعف نفسك حتى لا تكون على الآخرين، ولتعف من تعول من ذرية مثلا ومن لهم واجبات وحقوق عليك. معنى راقي جدا، فيكون فترة العمل في ميزان حسناتك، بشرط أن يكون عمل مشروع وليس فيه حرام ولا يؤدي إلى حرام، معنى راقي جدا. كذلك الطعام والشراب أمر مباح من عاديات الناس، من ضروريات الناس، كل واشرب، حتى الكفار يأكلون ويشربون، وحتى الأنعام تأكل وتشرب، لكنك تختلف، تأكل وتشرب بنية أنك تعطي هذا البدن حقه من الطعام والشراب ليكون قادر على السمع والطاعة وتلبية النداءات والواجبات الشرعية في كل نواحي الحياة. هذا معنى راقي جدا. وإلا قد تكون في جوع مثلا وعطش فتقبل على طعامك وعلى شرابك من غير نية فلا تستفيد بهذا الوقت ولا بهذا الطعام ولا بهذا الشراب. أنت لابد أن تتميز، تميز بهذا المعنى الراقي العظيم، هذا يميزك عن غيرك من الكافرين ومن المنافقين. فحتى في طعامك تستحضر نية، وقس هذا المعنى حتى في جماعك لزوجتك. سبحان الله، يأتي أحدنا أهله ويفرغ من شهوته ويلبي لها ما تطلب من شهوتها ويأخذ حسنات. إي والله حسنات، بالنية الصالحة أنك تنتوي هذا، إعفاف نفسك وإعفافها وغض بصرك عن الحرام إلى آخر المعاني، فيكون هذا في ميزان حسناتك. يعني كما بين في الحديث لما ذكر لأصحابه أن الرجل يأتي أهله ويكون هذا في ميزان حسناته، قالوا كيف يفرغ أحدنا شهوته يكون؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم.
قال كذلك مثل وضعها في الحلال بهذه النية. أنت تستحضر النية وتقول الأدعية الشرعية اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره حتى يكون هذا الجماع في ميزان حسناتك. نهيك عن الابتسامة، نهيك عن اللقمة في الزوجة، نهيك عن معاملة الأولاد، معاملة الجيران، عن تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه معاني بالنيات الصالحة تجعلها في ميزان حسناتك. أقول تاجر بالنية لتنجح في توظيف كل هذه الأوقات التي في حياتك، من نومك، من عملك، من طعامك، من شرابك، من جماعك، من مشيك، من دخولك، من خروجك، من ركوبك، من نزولك، في سفرك، في حضرك، في رضاك، في غضبك، في السراء، في الضراء، في كل أحوالك تستحضر النوايا ليكون هذا كله لك خير.